السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير. كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو، واذا كانت هذه اول مره كتشوفوا فيها القناه، ما تنساوش الاشتراك وكذلك الضغط على زر الجرس باش يبقى يوصلكم كل جديد. وما تنساونيش من اللايك ديالكم والتعليقات ديالكم اللي كتزيد تشجعني اكثر واكثر. كما شفتوا في العنوان، اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم هاد الكيك ديال المول العجيب اللي صراحه كتجي زوينه، كتجي خفيفه ومهويه من الداخل، وحتى لاصوص ديال الشوكولا اللي درت معاها كتجي زوينه، كتعطيها واحد المذاق اللي زوين بزاف. دابا غادي نخليكم باش تعرفوا على المقادير وحتى على طريقه التحضير، ففرجه ممتعه. ودابا غادي ندوزو باش نتعرفوا على المقادير. بالنسبه للمقادير، هنايا انا عندي كاس ديال الحليب، كاس لاروب ديال الزيت، كاس لاروب ديال سنيده او السكر سنيده، المهم سكر سنيده على حسب الذوق، كل واحد على حسب الذوق ديالو. عندي قبيصه ديال الملحه، عندي معلقه ونص ديال الكاكاو، 3 ديال البيضات بدرجه حراره المطبخ، عندي 2 ديال الكيس ديال الحلويات، والدقيق على حساب الخليط. في واحد الاناء كما كتشوفوا غادي ندير البيض، غادي نزيد عليه واحد القبيصه ديال الملحه، وغادي نزيد سكر سنيده. وغادي نخلطهم بالخلاط الكهربائي، المهم الخليط خصنا نحصلوا على واحد الخليط اللي كيكون خفيف. الا ما كانش متوفر كنستعملوا الخلاط اليدوي، ولكن كنحاولوا اننا كنخلطوها مزيان حتى كيبيض لينا الخليط وكنحسوا به تضاعف الحجم ديالو على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا. دابا غادي نزيد الزيت وغادي نخلط الزيت مع المقادير الاخرى باش تخلط معهم ما تبقاش معزوله. غادي نزيد الكاس ديال الحليب، ودابا غادي نزيد الدقيق. بالنسبه للدقيق راه كنديرو بشويه بشويه، ما كنديروش مره واحده. وكنكملو التخلاط ديالنا بالتراب الكهربائي كما كتشوفوا. المهم بالنسبه للتراب الكهربائي كما قلت لكم راه كيعاون الكيك باش انها كتطلع مزيان، وكتهوى هو اللي كيخليها انها كتنفخ فاش كتكون كطيب. المهم بالنسبه للدقيق، انا هنا هزات لي تقريبا 2 كيسان ديال الدقيق، المهم الكاس ديال العنبه. المهم انا بالنسبه للدقيق راه ما كنحتاجوش انه تكون مقادير، لانه كل دقيق كاين دقيق اللي كيشرب كاين اللي ما كيشربش. المهم الكيك ديالنا ما خصهاش تجي ثقيله بزاف وما تجيش خفيفه، لانه الا جات ثقيله بزاف راه هي اللي كتخلي الكيكه كتجي مدقصه، ما كت يعني ما كتطلعش، كتبغي تطلع ولكن كيكون داك الدقيق كيكون مثقل عليها، داكشي علاش كتجينا مدقصه. دابا غادي نزيد الكميه الاخرى اللي بقات ليا، وغادي ندير حتى الكاكاو والمر حتى هو والخميره 2 اكياس كما قلت لكم في الاول. صافي كنخلطو كنغربلوهم عفوا، كما كتشوفوا كيكونوا فيهم دوك الكرات، داكشي علاش كنغربلوهم. صافي كنحركوهم كما كتشوفوا،
من بعد ما خلطنا الخليط ديالنا كيما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا كما قلت لكم، ما كيكونش ثقيل بزاف وما كيكونش عاوتاني خفيف. انا خديت المول على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا، دهنته من قبل بشويه ديال الزيت ورشيته بالدقيق. صافي غادي نخوي فيه الخليط ديالي ديال الكيك، كنحاولوا اننا نهزو يدينا الفوق. دابا غادي ندخلها للفران. بالنسبه للفران انا كنطيب كيكه في الفران اللي كيكون بارد، يعني كنوضعها في الفران وهو بارد ما كنسخنوش من قبل. صافي كتكون الحراره اللي كتكون متوسطه، كنشعل عليها من تحت حتى كتنفخ مزيان، وكنشعل عليها عاوتاني من الفوق باش تحمر. صافي وغادي نخرجها من الفران. الكيكه ديالي من بعد ما خرجتها من الفران كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. هنايا من قبل كنكون وجدت السيرو اللي غادي نسقيها به، اللي درت فيه كاس ديال الماء مع معلقه صغيره ديال قهوه سريعه الذوبان، درتهم فوق البوطه حتى غلاو ليا شويه. صافي وخليتهم حتى يبردوا بموجدات كيكه. المهم ديما واحد فيهم كيكون سخون وواحد كيكون بارد. الا كانت كيكه سخونه السيرو كيكون بارد باش ما كتعجنش لينا الكيكه. كنسقيها مزيان كما كتشوفوا وحتى من الجوانب. صراحة هاد القهوة سريعة الذوبان كتعطي واحد المذاق زوين، هي والشكلاط كيعطيو واحد المذاق زوين للكيكة. صافي هنا كما كتشوفو كنسقيها مزيان من الجوانب وغادي نخليها على جنب باش كتشرب ليا مزيان هاديك السقوة. وغادي ندوز باش غادي نوجد لاصوص ديال الشكلاط. كنحتاج ليها جوج كيسان ديال الحليب، 4 المعالق ديال السكر سنيدة، 2 معالق ديال النشا، معلقة صغيرة ديال القهوة سريعة الذوبان، ومعلقة ونص ديال الكاكاو المر. هنايا في الكاسرول كندير داك النشا مع داك الكاكاو المر، كنغرب لهم مزيان باش ميبقاوش دوك الكرات. وغادي ندير كاس ديال الحليب صافي، وكنخلط مزيان الخليط باش يتخلط ليا داك الكاكاو مع النشا وما يديروش ليا دوك الكرات. عاد ديك الساعه غادي نزيد الكاس الثاني، زيت سنيده حتى هي. غادي نزيد ديك المعلقه ديال القهوه، وغادي نزيد الكاس ديال الحليب. دابا غادي نديرهم فوق البوطه حتى كيعقد ليا الخليط مزيان. الخليط كما كتشوفوا كيجي على هذا الشكل هذا. صافي دابا كنخوي فهاديك فهادوك الحفار اللي كاينين في الكيكه، كنخويو الخليط وهو مازال سخون. كنقاد على هذا الشكل هذا كما كتشوفوا بشي معلقه. صافي وغادي نخليها دابا تبرد ونتلاقاو من بعد باش نشوفوا الشكل النهائي ديالها كيفاش كيجي. الكيكه ديالي من بعد ما بردات كما كتشوفوا كتجي على هذا الشكل هذا. انا هنايا زينتها بشويه ديال كاوكاو ايفيلي ولا رقائق ديال الكاكاو، حمرتهم شويه
وزينتهم. بالنسبه للتزيين راه كيبقى اختياري كيما ديما، كل واحد كيزين باش ما بغى. صراحه كتجي زوينه زوينه بزاف. هنا غادي نقطع منها شويه باش تشوفوا كيفاش كتجي. كما كتشوفوا راه كتجي خفيفه. ها في التقطيعه ديالها كتبان خفيفه وهشيشه صراحه، وحتى المذاق ديالها كيجي زوين. داك المذاق ديال الشوكولات مع المذاق ديال القهوه كيعطي واحد المذاق زوين لهاد كيكه هادي. كما كتشوفوا دوك الطبقات، ديك الطبقه ديال الشوكولات كما كتشوفوا. وكتجي عاقده، داك الطبقه ديال لاصوص صراحه كتجي عاقده وكتعطي الكيكه واحد المذاق اللي هو زوين بزاف. كنصحكم انكم تجربوها. وهكذا كيكون الفيديو ديالي وصل النهايه ديالو. كنتمنى انه ينال الاعجاب ديالكم، والى فيديو اخر. بالسلامه عليكم والى اللقاء.